بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ودي مود السلامي إلهي سبحانه وتعالى خير هيدين سيئ الدنيا آخرة وإلهي دين حفظية خير البعد جوكتان. إن شاء الله تعالى مالتا موضوع ربنا كهطل وكصاب سنة عرب غيبة لباطة وليهي، لكن انت أنا قلين وحان ربنا يدين حسوسية وحان كجرنا وحان قلنا بشيع محرم يا لقلي وحانا كو جرت مالين آد وقيمة بدن ومالين تعاشو رائع ورسول صلى الله عليه وسلم إنو شيء مالين تاسون كيد إن هل سنة لو دم بدافايا مركا وحامود يمكو دبور لها كلين إن شاء الله إنا كفا إذي ستان مالين تاس وانا سنين تصوص عطو قفكي كهر سومي كرو ومالين كو داري كرو وخميس أحد إثنين سومي كرو أما قفكي تلاذي إثنين سومي كرو قفكي سدح الماموت كريغن ويكسي في عانت إن شاء الله تاسم وإيقا حسوسين دو إلهي راهدو وإذا أمانت أو فضي بضا ومانت عاشورة ومانت سنين تنواي لأن بشو حيرة ستي دارتي مركا وحافي عن سقالات كاي توبانات كاي نوكا ديو ما أحد يسين قف كورت مركز توس كبد يصون كوي وفي عن تهي لكن أحد يسين قف كهدو أو ودو إنو صوم هدو ثلاثة كسي دارك نوي كسي في عن تهي سد حسمون هدو بطسن كان هدو وسي ودي كرا إلى وصوم عاشورة وسمين كرا إن شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم مركي لو يدي صون حقوق فضل بدن صون كبلا صون بش محرم وير شهر الله المحرم بش إله حتى لو ما قاعد عليه مرك بش إله اللي هاي مرك تاسن إن شاء الله وإيجا حسوسين إليه سبحانه وتعالى هيدين حفظي بارك الله فيكم إلى هيدين بركة الله يحفظ إن شاء الله تعالى ما يحرر وحير إلى أن كهد غيبة أما عرب كان أو ما المهن آد وصوب بضتي بالذات دتكي عوام تما دتكي أو دعوة شيء أنا حتى آد وصوب بضتي من مغلوسين اوكي بسم الله غيبة هي بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى اذن حفظي غيبة ولا ليال معروف كذا معروف رسول صلى الله عليه وسلم ايه انو شيء غيبة ايه وحي تحي رسول صلى الله عليه وسلم ايه انو شيء رسول صلى الله عليه وسلم معلم كميد ايو يرى تدرون ما الغيبة غيبة ما تقانان وحي تحي مركز أيوة حيرين الله ورسوله أعلم صحابة أدابته وأخلاقه ذو حاكم إذا مركو رسول صلى الله عليه وسلم سؤال ويديه وحيك وجواب جرا حتى هدي قانون قاركوضة وحيد يجي إليه رسول كيسوك مركو إكزامبل مركو رسول صلى الله عليه وسلم حرم كجوجي ما أنت متقانا وأجينا ما نحجت هاي وحيد إليه رسول كيسنا ماشى جوك تام متقانا وأجيه ماشى جوجا لكن وحيد إليه رسول كيسوك بشان كجورنا متقانا وأجينا بش ذي الحجة لكن مع ذلك وحيد إليه ورسول كيسوك وحسن وحي آداب رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تأدب جرين أي أهد وناقي رسول صلى الله عليه وسلم سمين جرين أي أهد مركا رسول صلى الله عليه وسلم هو تدرون ما الغيبة غيبة ما تقانا أم حن وتقانا وكسعنا الله ورسوله أعلم إله رسول كسكري أي أك مركا سوحر ذكرك أخاك بما يكره إنا ولالك كشيك تيت وحو لبسناي أما وحو نعبيني ولالك وعام وقف والقفك قال إنا كشيك تيت وحو لبسناي أما وحو نعبيني هاي تاسواي مركا وحالغي أبا قفك هذا سمتان سحاد وصوبتي قفا وقفك لهذا القرد هاي أما وحو لي هاي وحو لو مبحمني أن وجوغا قف هرتي سانك لهي محمني وجوغا مركا قفك حلو بها هاي مركو بدن اسكا إلاليو حانتا مركو إنا مبرانا وبانا حان محيطا رسول كان موشيغي ذيكينا هدابة أكتا إنو لبسناي فراح كاقات أما قبرها آتا مولها هذا القرد لبسنايو هذو لبسنايو هذي معروف أو لوية قانا مقع لوية قانا أيتا أوكي واي لكن هذو لبسناي هكو شيئين فراح كقات هديهن هبل أما هبلو واسان هديهن هدي لبسناي فراح كقات نمرك وحارم نسدح سؤال إنا كجو أسباب تيذا محاكينو قفك إنو حانتو قفك لمحاكينو لباتا ذي اللي ذا محاوة داودي ذا محاوة سدح لسان كادلينا إن شاء الله تعالى أسباب تكينت قفك إنو قفك لحانتو وحقوين وحاوة ضعف الإيمان قف هدا أرتد قف كلا حمنا هاي هدا أرتد وضعف الإيمان إيمان كا كير قف كاس إيمان كيسا هوس ودعي هدا أرتد قف قف حمنا هاي قف كاس وحاكو دعي جر ليرا ضعف الإيمان أهل السنة والجماعة وحا اعتقاد سنة الإيمان يزيد إيمان كنو كر آذاي بالطاعة قف كمركو وناك سمي إيمان كسنو كر آذاي وينقص بالمعصية حمان تنا إنو كن نقصا مايا هدا أرتي مرك قف قف كلا حمنا يوجو قف كاس إيمان كيسا لقى صوق قال أوحو بهاي هي إيمان كيسا إنه هوس أديجو إيمان كيسا إنه كروس صوق هذا هو قال قف كاس إنه إيمان كيسا صوق دعم مرك أول سبب كان تقف قف حمنا هدا أرتي وحاء وقال رقم واحد
qofkaas inuu iimaankiisa hoos u dhacay, haddaa adiga isku aragtidna ogow iimaankaaga inuu hoos u dhacay, haddaa qof kale ku aragtidna ogow qofkaas inuu iimaankiisa hoos u dhacay. Idan qofkaas waxaa u baahan tahay marka inaa waanisid, haddaa adiga isu aragtidna waxaa u baahan tahay marka inaa iimaankaaga kor usoo qaadid. Iimaanka wax kor lagu soo qaadana waxaa waaye ataaca, camalka wanaagsan ayaa kor lagu soo qaadaa. Tan labaad oo keenta waxaa waaye qofka inuu kusoo koray bii'a xun uu kusoo koray. Bii'aduu kusoo koray waxaa laga yaabaa inay tahay faamilkuu kusoo dhex koray, inay markasta heblo wax laga sheegay, eedadiis wax laga sheegay, habreerkiis wax laga sheegay, ama qof meel uu kusoo koray faamili oo dadka waxunu iska sheegay, heblo waasaan, heblo waasaan, heblo waasaan. Waxaa laga tarbiyada koowaad inuu qofka kusoo koray meel xun uu kusoo koray. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay hadda caruurteena waajibka naga saaray inaan tarbiyadooda ilaalino. Daas waa xataa culimmadana ninka iyo xaaskiisa hadday isku dhacaan xataa ama isqabtaan, caruurta hortooda yaa wax lagu hadlin, yaa lagu qaylinin. Sababta maxay tahay? Ta'thiiri ku sameysaa ilmaha, arintan ta'thiiri ku sameynaysaa, waxay ku reebeysaa. Maadaama waxay ku reebeysa, waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo. Marka sababta labaad oo keenta qof wax xamanaya haddaa aragtid, waxaa laga yaabaa inuu tarbiyadu kusoo koray isaaste gurigu kusoo weynaaday, inaan sheekadaas laga yaqaanay, ama markasta qofka laga xamanayo, ama hadal caadi ay u dhaqan ay u noqotay. Ibnu Qayyim wuxuu dhihi jiray, marka hore fitna dembiga kuma timaada, iskama tima, fikri ka timaada. xaarib alfikra, fikrada hadii kusoo dhacdo hadaa la dagaalan mooysid saarat caada, marka waxay noqonaysaa caadi, noqonaysaa tartiib tartiib. Waxa asalkeeda hore markay ku bilaabato in laga gaaro ayaa loo baahan yahay. tan saddexaad, haddaa aragto qof qof xamanayo waa qof waqti haysta waay. Qofkaas waxaa loo baahan yahay waqtigiis inuu cibaada ku guto ayaa loo baahan yahay. Qofka hadduu marna shaqeeyo, marna iskuul aado, marna uu ku mashquulsan yahay faamilkiisa iyo waxbarashadiis ku mashquulsan yahay, qofkaas waqti uu wax ku xanta xataa ma helaayo. qof wax xamanaya haddaa aragto waa qof shaqo la'aan ku dhacday, waa qof jobless waaye, oo shaqo qiimo la'aan, either communitygu qiimo ka laheen oo shaqaba ma qabanayo, waa qof oo lazy waaye, caajislo oo aan shaqo qabanaynin waa. ama haddii kale waxaa waa qof aan qiimo laheen waaye. idan sababta koowaad oo keenaysa xanta waxaa waaye qofkan dacfi iimaan, iimaankiisa inuu hoos u dhacay, waxaa loo baahan marka qofkaas inuu iimaankiisa usoo kori lahaa uu ka shaqeeyo. tan labaad, qofka haddaa arid qof wax xamanaya, qofkaas ogow bii'aduu kusoo koray ayaa bii'a sayi'a ah, bii'a waxaas laga yaqaano bii'a sayi'a. markaan dhahayo qasama hooyadii aabaha keliya inay tahay, waxaa laga yaabaa qaraabaduu ku dhex jiro ama asxaabtiisa ama bii'aduu joogay in bii'a laga yaqaanay, arintaas laga yaqaanay inay tahay oo xanta ay ku badan tahay. idan wuxuu loo baahan yahay qofkaas inuu naftiisa kala dagaalama, cashirna ay u noqoto caruurtiisa iyo faamilkiisa, inuu arintaas uu ka ilaaliyo. tan saddexaad, waxaa qof wax xamanaya haddaa aragtid waa qof waqti badan haayo, u baahan waqtigiisa inuu ka faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay. tan afaraad oo sometimes aa la yaabayso doqonnimo ah qofka inuu dhumiyo ajirkiisa dhumiyo, waxaa waaye qofka wuxuu u xamanaa suu qof kale agar u raaligeliyo. laba qofa isku dhacsan, qof saaxibkiisa iyo qof kale isku dhacsan, saaxibkiisa suu u raaligeliyo ayuu qofkii kale wax aga sheega, hebel saan ii saan, waa marka horeba saanu ahaa, siduu qofka saaxibkiisa u raaligeliyo. taas doqonnimo meesha ugu dambeysa waa marka inaad ajirkaaga iyo camalkaaga wanaagsanaa qof kale aa siisid suu kaaga raalli noqdo, taasna doqonnimo meesha ugu dambeysay waay. idan qofka markaa xamanaysid ama rabtid inaa xamatid, ogow inuu ajir badan kaa cunaayo. haddaa aragto qof wax xamanaayane dhibaatooyinkiis ama iimaankiisa daciifa, ama meeshuu kusoo koraa qaldan bii'aduu kusoo koray, ama qof waqti dhumis waqti haayo, waqtiga raba inuu dhumiyo waaye, oo loo baahanya qofka waqtigiisa inuu ka faa'iidaysto. rasuul sala alay slam wuxuu yihi, iqtanim khamsan qabla khams, shan hortee shan kale ka faa'iidayso. waxaa ka mid ah firaaqaka qabla shuqlik, markaa firaaqateed ka faa'iidayso intaadan mashquul noqonin, cashaan aakharo manam waqtigaas wuu kusoo hormara, si video ahaan ayuu kuu soo hormara. tan shanaad oo dhibaatada oo xanta keenta waxaa waa cadam itibaac sunnat nabi sal alay slam, qofkaas waa qof jaahile oo sunnada nabiga sal allahu alayhi wasalam aan aqoonin waaye. haddaa arid qof wax xamanaya waa qof jaahile, sunnada nabi sal allahu alayhi wasalam uu inooga digay xanta iyo dhibaatadeeda uusan aqoonin waaye. qofkaas marka wuxuu u baahan yahay inuu naftiisa waxbaro, education inuu geeyo, educate themselves, oo waxbaro ama muxaadara ha dhegaysto ama qur-aan ha barto. qofkaas waxaa waa qof jaahil u baahan naftiisa inuu waxbaro loo baahan yahay. tan lixaad ugu daranna waxaa waayo ugu dhibka badan waxaa waa xiqd. qof xamanaya haddaa aragtid qofkaas waa xaasid, qofkaasuun qiimo u quunin, qofaa ka hormaray qofkii wuxuu rabaa marka inuu burburiyo, si kastuu ku burburin karo waxaaga sheega. qofkan marka hore nin rag ma aheen, marka hore gabar wanaagsan maahen, waxaas dhan wuxuu u sameynaya waa xaasidnimo, xaasidnimaa ku jirto. qofkan suu iiga hormari karaa
ayaa ku jirto. Idan dhibaato xanta waxa keento waxa waa lixdaas arrinaa keento, lixdaas arrin haddaan la dagaalano insha allah tacaala xanta waa naga tegeysaa. Lixda arrin oo xanta keenta ayaan u gudba, intaan u gudbin dhibaatadii keenayso xantaas, lixda xaran arrinaa hal mar ku soo celinaa. Qof walba lixdaas arrin ka fikir, iskana ilaali. Kow waa dacfi iimaan, qofka dhibaato xan maxaa keento, qofa xamana hadda aratid lixda mid ka mid, ama lixda hayso ama mid ka mid hayso. Kow iimaankiisa daciifa qofkaas, wuxuu u baahan yahay iimaankiisa inuu ka shaqeeyo u baahan yahay. Labo, qofka meeshuu kusoo koray ama bii'aduu kusoo koray tarbiya xun uu soo qaatay, yaraantiisuu kusoo qaatay ama asxaabaa kasoo qaatay ama faamilkiisa kasoo qaato. Saddex, qofkaas waqtigaa ka batay, waqtiguu meeluu geeyay la'ayahay, waqtigiisuu dad siinoyayo oo waqti meeluu geeyay ama dadka fadhi ku dirirka fadhiya. Fiiri meelaha badi lagu xanta maxaa fadhi ku dirirka wa. Marka hore waxaa la jiray dumarka xan keliya, macalisha dumarka marka hore guriga ay joogi jireen, hadda raggii soo gasho fadhi ku dirirka la fariista ayay lasoo gashay. Tan afraad waxaa irdaa alaakhiriin, qofkale wuxuu qofkaanu xamanaa qofka saaxiibkiisa inuu raali geliyo. Tan shanaadna waxaa qofkaas waa qof jaahilu sinnada nabiga sallallahu alayhi wasallam aqoonin u baahan inuu barto. Tan lixaadna waxaa waaye qof xamana hadarat waa xaasid xaquud ah waaye oo qiimo badan aan lahayn. Xaasidkana waxa ugu hooseeya uu sameynayo waxaa ilaahu wuxuu ku leeyahay ilaahu caadil matiid, qofkaana waxaa siisay wuxuusan istaahil un aniga aan istaahilaa siisay. Waxa ugu hooseeya uu sameeyo qofkaas waa aakharadiisii camalkiisii u gubaysa, taas waa meel kaleba taallayba. Qofka marka lixdaas arrin ayaa keento inuu qofka xanta keeno. Dhibaatadii keenta maxaa waaye, marka qof hadduu qof kale xanto dhiba waxyaalaha keena waa taase. Laakiin dhibaato qofka hadii xan meesha karaa dhibaatada dhacda maxay tahay? Kow waxaa imaanaya waxaa waaye dadkii labadii meeshii fadhigii lagu kala fadhiyay in lakala xanaago, fadhigii in lakala shakiyo. Leanna waxay dhahan carata man naqala ilayka naqala canka, qofkii kuu keeno wuu kaa qaada. Hadduu maanta qof hadal kuu keeno qof kale kaaga sheego, macnaheed adana wuu kaasii qaadan. Hadduu maanta qof kugu xanto birina adina qof kale kugu xamana. Yani meesha oo dhibka koowaad u imaanaya waxaa waa dadkii asxaabta ahaa isjeclaa meel wada joogay inuu dhibaato dhex yimaado ay kala tagaan. Waxyaalaha ugu xunna waaye diinteena waxay ilaalisaa ukhuwada, wada juugga, walaaltinimada, wada shaqaynta ayay ilaalisaa. Xanta waxay keenay marka wixii dhamo diinta principle-ku ahaayo u ku taagneed ayay burburinaysaa dadka inay kala kaxayso, la kala shakiyo, shir lisugu imaa waaye, lis dagaalo ayay keenaysaa. Bal ilaa xad waxaa laga yaaba inay gaarto ama dacwo gaarto ama dilitaan ay gaarta laga yaaba xantaas bilowgeeda ay keenaysaa. Marka dhibaatadaas waa dhibaato aad u xun waaye, ma waxay fasaadinaysaa marka majliskii iyo wanaagii iyo quruxda dadka joogay ayay ka fasaadinaysaa. Tan labaadoo aadka u xun, qofka loo baahan inuu iska ilaaliyo, waxaa tuxbitu lacmaal, camalkaagii dhammay kaa burburinaysa. Maanta dhan waa suumaysay, waa salaadaysay, qur-aana aqrisanaysay, xajaa tagtay, cumraa tagtay, waa sadaqaysatay, wax walbo wanaagaa samaysay. Markaa xamatid macnaheed waxaa diyaar u tahay xoolahaagii aa shaqaysatay inaad dad kale siisid. Nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi atadruuna man ilmuflis, qofka mufliska ma taqaanaan? Muflis man laa dirhama lahu walaa diinaar. Markaasuu yiri ma ahan mufliska qofkan diinaar iyo dirham aan haysanin, ma ahan mufliska qofka bankaraabtiga oo faqiirka oo lacag la'aante oo xoolo la'aante waxa waa ceerta ah. Aakhara qofka imaanaya asigu wato buurar ajir, wato katihaama, buurar tihaama oo ku taala xuduudka Yemen ay ku taala ayuu sheegay. Buurahaas dheedheerka, buuracadoo dheedheer waa, waa buur aad u tiro badan oo isku xigxigaan waa. Buurahaas oo kale ajiruu wataa. Laakiin markuu aakhara ilaahay hortiisa yimaada maxaa dhacayso? Kanuu xantay, kanuu dilay, kanuu xoolihiisa qaatay, kanuu wax ka sheegay. Qofkii marka buurihii watay waa laga qaadaa tartiib. Ilaahu ninka maalinla xanta camalkiisa kasoo qaat. Buurihii ajirka uu watay ninkan waa la wada cunay, waa la wada qaatay. Kadib dad kale haddana imaanaya, markaas wuxuu ilaahay saanisaana ugu sameeyey. Ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka ninkii ajir ma haysta, maya ma haysto, waa ka dhammaaday ajirkiis dadaa la siiyey. Idan wuxuu leeyahay ninka kaloo waxa sheeganaya aaw, dembigiisa laga soo qaada, ninkiyaa la saara. Ninkii buuraha ajirka watay wuxuu la tagaa buurar dembiyuu lagala, siduu naarta ku gala. Idan xanta waxay sameynaysaa marka waxaa waay acmaashaadii wanaagsanaa ayay kaa burburinaysaa. Bacdi salaf waxay dhihi jireen haddaan qof xamanaay waalidkayaan xamana, haddaan qof wax ka sheegay waalidkayga wax ka sheegay, adi ayaga ajirkayga xaq u leh bo. Haddaan boo qof wax ka sheegay ajirkayga aan ogolahay inaan siiyo maalinta qiyaamo, waalidkayga igu xaq badano waalidkaygan siina, ayuu dhihi jiray.
إذن وحاوي قفك عمل كيسة إني بربوريني سها أوغادو تنسى دحاد وحاوي لباتلي كينيس لبداس الدنيا دي كوكينتي إني فس مجلس كيفت هذه سو محيكلو كينيسا وحيكلو كينيسا وحاوي لبا آخرة كصابسا قبرقا إن وعذاب غيبة قفك اسمحنا حمدته وحكشيكتي سو ماهن قفك رسول صلى الله عليه وسلم علي مالمها كميد أيو يميد قبري يميد مركاسو أركي نمن كان ولا عذابه لبدا ماشي كجرته وحوين اللي قم عذابه علماء وحنا وحوين دتك ويريستا مركو قفك وحكشيكا يا حمنا أيو وحاواي أما قفك انو هذلك قاضي قفك الأوقينا ويلا يرتحي لكن إلهي أكتيسو عند الله عظيم وعن قفك وايرتها محاوى قفكينا وحاوى حنو سمين جري دتك وحسوقي جين جري دتك وحوك لقاد قادي جري تاسنا وحاوى مركز لبات لبات لباتي الدنيا ذكو كينيس وحاوى مجلس كيني إني بربوريسو إيه بدتك كلا نقارسو أس عمل كاجي أشقي سني سدنا إني بربوريسو قبري عذاب إني كوكينتو وحا تاس كسي درن آخر مركي لقارتن لبات أفراد كوكينيس وحاوى تهوي صاحبها إلى النار والعياذ بالله قفك وحال لغيابا إني ناركو قشادوسن إلهي آغتو بدكينين أون اللي عفينين واللغي ريبكاس إني أوكيانتو إذن وحاولا لير أنسك إلالينا حانتان أنسك إلالينا إباتوين كيدا ويبادان تهاي دادك إني كنا عانا إمانيسو دادك أذيك شخصي أهانو حانتا ود إلا نوع كيا سو صعدو أو هذلك قاضي جري موضوع أن بدلنا تيا سو صعدو هذلك قاضي جرت إيه موضوع أن بدل أنت سا عيبك وفلان إني دتك أصحاب تاني مركا أديك تمادد إيه علشان كشيء كذا وبدلنا قف والبكاشة كيلو يراه نيكا نجا إلى لا ما قفت نجا إلى لا دتك كلا حتى دم بيجلي نيسا وحاكو قصبيسا دتك كلا حتى إني كسيح أنت أنا كو قصبيسا مركا لبا تذا سمين وقفك قفك حمناي أما حنتك قاضي أما بنت أما هذلك جد بنايو dambigiis asiga xataa kuma eko dad kale uu sii gudbinay waa dambiga qofka daba adigu uu eegi hayba inuu ilaahay ku dhaafaa laga yaabaa laakiin dad kale ayaa sii fasahadinaysa dad kale ayaa dib kale u sii keenaysa dhibaatadaasna waa dhibaatada ay keento dhibaato adduunye ah adiga majliski dadkii isjeclaa walaalaha ahaa fadhigiisu ma inaad kala kaxaysid adiga inaad noqotid qof xun oo qof walba ka carara noqotid dhibaatooyinkii ku keenaysa aakharna waxa waay camalkaaga inuu burburo قبري إن لجوع عذابه نار جهنم من إناساسك وقشة يا لجيابا شن تاس لباتنا وحي كنت أو حاوية حنت أيا كنت إيه هالسك إلى لباتوين كاس أيا كنت علاج كذا محاوي مرك قيبت سد هذا قدام بس أنزو قد بينه حاوي محا علاجه ما دام أوجان وحي على ها كينو أوجان لحد أرين كنت لبات ذي سميس شن تأرين لبات أي سميس علاج كذا محاوي محا علاج وجوهر علاج الله بقب علاج هذا الشخص أسميني سيد علاج وحوا كوميونتي كه علاج ككوب هذا لوب بهني إن أسمين سو حوا أصحاب هذا بدل أصحاب ناس سميسو أصحاب تو مركارت إن قف كلا كحمت كو قسليس كو دقيس نيس كتك أصحاب وحارات ستا مركا وحشية تكون هبل أما هبلو اسك إلالي وحن لغو متلك إلين عيب واي عمل كاقو بربورينا أصحاب كود هيس راتسو نينكي سقاشن إي سقالك قفو ديلي ويمت قفكي بقولات ويمت يري توبة ملي مي توبة مي ملي ذي هيت كل هاي يري نمبر أبي قدرنا بقولكي بكل ما يستري كذب هذانا رات سدي وحوك يري توبة ذا أديجي إله وحدين كور استعجل مرة لكن بلد كي كبح هو بلد سوء واي وبلد حم واي كبح لأن بلد سجاشن إيه سجال قفود آت كد شيء وقعنت كقبن واي أصحاب حم واي كبح ميل كلاتك ماشى استجو ماشى زدد وناكسن جوجو مركو حالو بهاي قفكا إنه إسك إلى عليه أصحاب تحن أصحاب تاس أو حنت كل شقيني سنة كتقو أصحاب في عن راتسو طلبات أو لو بهاي أديك الشخصي أهانينا أجا شقي سد وحواي انشغال بذكر الله لبعت هذا كأنت محاوي عن رهني وحا كأنه وحواي فراقة صوميهن محا كأنه فراقة فراقة هاي سي وحا كبوحي سي ذكرك كبوحي لا إله إلا الله كبوحي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كبوحي أذكارت كبوحي أو إلهي سيد إلهي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أذكارت صلاة كبوحي صلاة الصبح كذب أذكارت إذا أقرسوا قفك وحاكي صلاة مركو سلام عليكم سلام عليكم كرهو إسلام مركي وإستاغا وبحمال وأسعد متقان وإستاغا بنانك وإستاغا محاوى شيطان كم مرة بينك استهز جوت اللي أنا محاكو جرت حفظي جاجة الدنيا يا خراكو جرت هذا صلاة دا إذا إذا بالأسواق هذا صلاة مركا كبحدي مركا السلام عليكم سلام عليكم ترى هذا ماشي في ريسة سدح مر استغفر الله تلاهد صدني سدح مر سبحان الله أتلاهد صدني سدح مرنا الحمد لله أتلاهد صدني سدح مرنا الله أكبر أتلاهد لا إله إلا الله أكو جب جبيس دم بيجا جوا الغضافة
تاستي آخر واي الدنيا محاكو هي ليس رسولك صلى الله عليه وسلم وحونو شيقي قفكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صلاة الصبح كذب إيا صلاة المغرب كذب طبعاً مرده إن وحل بلغ إلى علينا ضدك وحارك يسقف ولو عبادة ما قرنا زمن كان ما موحي صوبة وفهم ويقف والب مساجد كان جوج مالي والب توقف وتكبر نعتي ما دمر بها وبدنا ذا وحنون سنة هاي ما قرنا وحي هاي اختار أنت وحولي وسوشي وي شيطان كي ما ضدك كوبتي جني كي ما صوبتي ما ضدك يا الدعوة الدين تكفوا قادين ما وإلى حد وفهم إلى مالي والب قفة بعد خاص اللي يسميه بخير الله سي ما لنتي أويت توقف هذا القرآن لو أقرأ قفك لو دل لو أقرأ نوية وهي بمحاد عي ذاتك مركز سوء في رسل نحو ذكر إله على جسي فجون ويا والجزاء من جنس العمل هدا كف وقعد وحيك إلى ليلة هدا أسك إلى ليلة هذا مثلا بوليس كفير وحوته م جيد وسوي حرنا محارع بالصلاة دي كل صوت وركي الدفاع ذا أديك ابن آدم صبحي وصوك على سؤال كويدي وصوك عادي وصوب أحد محا حجاب سوقات محا أسكو أستروسة حبت كاو بنانا بنانا كصوتك تقف والبمرك وكلها لكرا مركا قولي كسو بحس أذكارتي ما أقرست أوكو إلى لينيس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ديسي أو شيطان كلا جاي إلى أنا وحول بلقاه كافينا متيري ما يعني معناه ذو حاول ديار وحاول توحول بيني كقول عنا ديار وتعال مركا سو بحس صلاة صبح مركا ساكت تكنيس أذكارتي ما أقرستي مية أوكي مركا بحس مركا المغرب تو مسيحة وحالا يقف مركو تقولي كسو بحس تلفونا دكتو أو وجر طبو أما تلفونا إنك دكتو كويس تاعي سلام عليكم وحالا يا ريت دو خير شيء لها هذا المال يعني إنه شيء أما إنه قف حمانا يا لقيا وكوري سنو كسو وعي وكسو بحوي وقتي والله باهنا إنه ذكري يكون مشغول أي وحكة يكون مشغول سيني والجزاء من جنس العمل الدنيا اللي بعتها كور على آخرا وكاسي درنتها مركز إذا وحلو بين قفك إنه يكون مشغول ذكري يكون مشغول ذكر إلهي يكون مشغول نينا ويا رسول الله إيدر دارا محاوى عملك ووفي عن أنسى ميكرا لا يزال لسانك رطما بذكر الله عرّبك على حققوينا ذكر إلهي مركز ذكر إلهي الشيك عرّبك على مركز حققوينا هذا إذن وحالو بها ينقفك إنه كن مشغول ذكر إلهي كن مشغول تنكوبات وحان رهن علاجك حانت إبكا كأوكيني سوحاوة تنكوبات إنه أصحابه ناس الرأس هذا تلبات أو دبات أو عافما داود اللبات لأن داو حتى قروا إنه داود اللبات حنتك إلى الناس وحاء وقت يا إنه أكون مشغول سيد ذكري إلى هكون مشغول سيد تنسى دحات وحيالها كان وحا كمد وحا رهني حسد كواية حسد سأجب بحد اقتنع بما أعطاك الله وحو إلهي كسيك وقنع وحو إلهي كسي الحمد لله ده لأن شكرتم لأزيدنكم إلهي سبحانه وتعالى وقدره مرك وحو إلهي كسيك وقنع الحمد لله ده حسدك أنت قف كان حسد لهاد أو وحد كشيق لهاد وحا كشيقني وحا سميسا وحو إلهي كسي الحمد لله ده تكا هو سيفيري قفتان وكاكو الرئيس هفيرين قفتان نينك يضع فيعن قفتان بابور فيعني هيستا قفتان قرو فيعني هيستا قفتان وحال لها شق فيعني هيستا قفتان جامع دي كصوبح دي قفتان البيه ذا بار قفتان سيدوك الوائق فيعني هي جامع داسو كصوبح دي. الحمد لله هذا فضل يؤتيه من يشاء يكو دي ذا ذي ناسا ميستا دادال قفتان جهدي وكو قاري ذي انا دادال جهدي وكو قاري وكو قار إلهي نويدسون وكاقب دي إذن داود السد هذا وحنتك إلى الناس وحاواي ارضى بما قسم الله لك إلهي وحو كسي رالي كل نقو لأن الإباتي كينيس وحاكمة دين وقفك وحسد إيه نقوته فراقة دين إيه نقوته تن أفراد وحواي وحاكينا جهلة كينت سوامان علمي كبدل علمي مركا قفك أوبرت علمي قبرت أويراه رسولك صلى الله عليه وسلم محو يري أتدرون من الغيب ما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذن قف كان هذا كان كالشيغي هدور لبسنا وأسك إلى لنا قفك مركو علمي قاس برتو هدو كلو برتو يراكو رسول صلى الله عليه وسلم وحير آخر وحا إيمانا مفلس مفلس من ربي إنا نقض آنيقا لأن علمي علينا مركاس قفك علمي مركا وحا وجهلي كاني أو بسيد كيسا كابت بادنا وحا ومركا إنا علمي براتيت أيا لو باهن يهي تن أف تن لباتو ينك كانت وحان راح نقف كان سنة النبي ينوك تجد تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبصه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حوسه مين جري قف ولي يسمح أنت مية ولي يسمح من إذا النبي كان واجع لها وإنه قد يعرف هذا إنه وحمنا سي سكيني سب الله عليك أدي لك جواب سؤال جاس اسمك كيني سو تن شنات وحواية قف كأنه كم مشغول نفتيس ودعوه دعو إلى سبحانه وتعالى ويديسه إله وحاتراها سي وحونا أحسن إله عرب كان أو إي سي سي أو عفكي كجرة لبدي فرو نحضر كجرة وخب أن دالين نواي ما انتظر وهاد لاقفك وحير هادو عرب قلبي هادو لوش هادو ماشي وكسي بالله عضو كستوى دالة إن ده سادة ما انتظر وحفينيش إن ده هو دالة إنا سيحة تدارتها
maskaxda way daalaysaa si u fikiraysa inaad siyaaxad tidaartaa, gacman kada wax ka qabanaysid way daalayeen, dhegaha maantana hadduu wax kugu jiro waa iska siibaysaa, marka dambe waxaa waa daalay, haddaa maantana socotid waa daalay, laakiin carabku isoo noqo ma daalay, maantana wuu hadlaale babababadaas khayr iyo shar uu ku hadla. Idan ilaahay weydiis waxaa tiri ilaahu geedkan aan daalayna oo aan haysto ilaahayow ila garab qabo, ilaahayow ka ilaali xumaanta iyo beenta ka ilaali, oo waxaa ka dhigtaa carab runta sheego, khayrka sheego, dadka khayrkooda sheega, xantana ka ilaali. Marka ilaahay subxaana watacaala weydiiso khayrka weydiiso. Idan waxaa loo baahan qofka hadaa waxa hubka ugu weyna haysana walaalayaal taas waa wallaahi ducada annaga badeen waxaalaa waxyaalo kale ku mashquulin. Ducada waa hub aan dhammaanaynin, hub aan laga adkaanaynin, waa hub oo ilaahay kusii oo free haddana oo isticmaali kartid oo ilaahay subxaanahu watacaala kusii, waa hub xoog badan waay, ilaahay hubuu ku siiyey oo aad xoog badan wax horu istaagi kara haba yaraatee ma jirto. Ducadana qofka waxaa loo baahan inuu ku mashquulo ilaahay ka magan galo wax kastoo xun ayaa loo baahan yahay. Idan walaalayaal, xanta waxaan sheegnay, waxaan dhahnay xanta haddaan tacriifno hal mar waa soo samarise garayna, xanta haddaan tacriifino waxa uu qofka walaalka inaa ka sheegtid wuxuu dhibsado, waxay rabta ha noqoto, waxay rabta ha noqoto, ama qabiil ha noqoto, ama kalarkiisa ha noqoto, ama saizkiisa ha noqoto, waa gaaban yahay, waa dheer yahay, caatawa waa cayilan yahay, reehebl waa reehebla waaye, waa cad yahay, waa madow, waxay rabta ha noqoto, qofka wax dhibsanaya kada. That's number one. هذا كدين ويز قف كاس واحمد حتى هذا هرتي زك تراهيد واحمد قف تاس. That's number one. تعريف تاس واحد. لباتو ينك كانوا لحوا يا رهني. تنوه الرئيس وحنا نقف كإيمان كيس ضعيفة. تن لبعض وحوا تربية قف كانوا مال بيئة حن وكسو تربية به. تنسى تحدنا وحنا رهاي. وحوا يقف كان إنه وقت لمس أي تهاي. تن أفرادنا وحوا إنه قف كان رجال جيلنا وسمينا. تن شناد وجهلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيشون أجين. تن لحدنا وحوا حسد كاكينتو. حسدي حقدي كينو دباتو كينا محاوي شن ارينا شن شن دباتو كينا لبو اديغو الدنيا كو كينا فسهادكي انا فساد تدكي ولاليه ودي جوغي اسجعل انا كلا قادي ايو اديغي ان لغو نقا كينتي اخران عمل كاي انو بربرو عذاب القبر اي نار جهنم والعياذ بالله شن تاسنا وحالا غيب انو اديغو انو كو كينا دباتو كو كينا لغيب داودي سمحاوي صاحب وناكسن انا سميستي تاس نمبر ون واي تن لبا ذكري إله إنه كم مشكوشيد وعرب كا ما دام فراق عايز ذكري أكو مشكوشيد تن سدحات حسد كنا إسكلاس وقناعة أكو سميسيد تن أفراد وحواي إنا علم برتت وجهل أكسو بحدت شنات دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنا كم مشكوشيد علم وسو إيمان كأكر أصوكع تن لحات إنا إله سبحانه وتعالى ويدي ستت إنه قف وناكسن كاردو عمل كوناكسن وكوف ضد خير كأدوني آخر وكوف ضد intaasna ilaahay sadaa samaysuu kaaga badbaadina insha Allah ta'ala. Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigeena ha dhaafo iyo dambiga waalidkeena, xantana iska ilaalino. Waxa ugu xun oo qofka uu samayn kara waxa waa camalka ku daalaysay inaa aakhira qofka la ka qaato. Rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu ka sheekeynay akhlaaqda wanaagsan, qofkan meel fiican inuu ku tagaayo, qofka waxaa laga yaabaa camal badan inuu sameeyay, laakiin carabkiisu dadka ka haystaa, kiisu dadka ka haystaa. Idan qofkaas waa liibaanay, dhibaato badan ma haysato, wax kastoo ilaahay ka gashid waxaa laga inuu ilaahay ku cafiyo. Laakiin ibni aadan haddaa wax yar ka qaadatid, dollar haddaa ka qaadatid, ku talagal aakharo tilaabo ma qaadays ilaa qofkaas uu ku yimaado dollarkiisa ka qaato. Waxaa laga yaabaa dadka ugu horreeya lagu xisay meel kama dhaqaaqis ilaa qofkii lasoo xisaabo uu ku yimaado. قفكن وحال قفك أودن بيل صوح سابع إنه يهي على جيبا ماشى سويس إلى قفك سو بل نبي صلى الله عليه وسلم حنوش شيء وقفك أوسر آخر ماشى قال شهيد كوا شهيد كإنه جنة قلين إلى قفك كلا أودين تو كلها أوصيه ساسي مركح حنت أوحنت ابن آدم وحيس قش واي وسخ واي إسك إلى أنت إسك إلى ليك تدخير الله قصيه عرب كنا أنك إلى لنا حمانت دم بيجن الله دافو ما أنت إسلين صوص أتنا صوم كذا هل ود ذاله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلى سبحانه وتعالى هديهم الحفظية إن شاء الله أنت سامكو كينا ما أنت بحاضر بارك الله فيكم. هواكم مقلها إلى هدي الحفظية جزاكم الله خير الله هديهم الحفظية ذيك أنا اوكي ما اركين اوكي وقتي او هاو لونج ميقه واح واح الى 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 50 الى الى 50 الى تحت 40 الى 45 والى 15 مينت وبعدين سينكر ان شاء الله ما 15 مينت ان شاء الله اها اها
اسمعت يا طورت الدعاء ده أمي سل الدعاء ده لبا أمك لقاعدة وحنا وح أسيوق ابن آدم قف كلفتي جيس وباهية هواي قفنا وح عرور تلو سمين لو وح لو وح جاب حراي وا قفك لكن أسيق إنه إسكب الله مركور أجوين إنتو عرور تأوسن سمينين تن أجوين مركا قفك وح أجوه الرئي إسكو حجاب حري كرا وح هواي هو طاعة الله قف سبحان الله سبحانه وتعالى إنه إله كبقه وعم أعماشه وناكسن أوسن مايو طاعة إلهي إنه قفك مركز وكحر ناضو قالوا باي دتك شيطان كان أما إشان أما قف ديني سمره قف شيخنا والله يا بإني كل عضو قف شيطان إني كل عضو والله يا بس سببته محيط قفك وقت جاس إيه كل عيسو استيج كوجوجي كحرنته استيج وقت جاس وجوجا الله يا بإني كحرنته قف كان هاد حسن وأذيع سحر حرس حراسة ما يسنكرته تن أوجه الرئيس هذا نكبر الله ونصبح هذا نكسر بالله ونمركز سوق عديد صلاة الصبح أوجه الرئيس تكنيسد صلاة الصبح قفك مركو تكذو هدو أرمان صوص على السماء صلاة الصبح هذا ماشي هذا ككعين و 5 minutes و سبحان الله وحاله وح 5 minutes إيه و life كا مال أنت سألهم كوي حراي و 5 minutes رسول صلى الله عليه وسلم حيرة قفك مركو صلاة كبح صلاة الصبح كدب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تبمر بس ما يقي قاعدة نساء 3 minute form قفك أو إسلوس العرب كيس فودي على جاب إنك قاعد سدح دقيقة قفك يرى الرسول صلى الله عليه وسلم حويري وحول بوالجا كافنا وحول بوالجا كافنا معنى هذا وحى واي سبحان الله أدي يقول وير واي وحى ولو إلى لي ما نتس بقول سكورت يا كهور تاجا وحيك كل دوانته وحى كان أنت كلمة يرى الودرة يحيي ويميت له الودرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تبمر واي تاس مد كوبادوا مد الله بعد صلاة اسمح الله رحاي سد أحمر قل هو الله أحد قل هو الله أحد يسد أحمر قل عود برب الفلق يسد أحمر قل عود برب الناس قف كي سد أحد أسمر من سد أحمر أقري وحول بواك كافي نيسا أوجه الرئيس إيش يسحرك أوجه الرئيس ويكا كاوي نيسا إيكا كافي نيسا إذن لبعض أرن وحاسة ميسا مركز صلاة الصبح كذب تكاد تسمي طيب مركز ميس هل وحك على قدر وحالة جبدة إني تراه أني ما بتكنا يمحاسة مينا إذن متكوف ضاد جرتو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سد أحمر له صبحي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سد أحمر بس له كفتاه وحول بواكا كافنيس سيقفو ضد وقابن تاعي أنا قان عاقا جيفنو سد أحمر إيكا كافنيسا طيب تاس قفو البعض إيه كان قفا تكناي قفك تكنين وحاكا قفك عذر دار أو تكنين قبل هو كل عذر داري سمتعمس لي إيسان كنت تكنكرين لكن قفك لك موضو طيب marka gurigaaga bixaysid subax intaas aad samaysatay waa 2 iyo 2 haysatay waa adigoo ma taqaana xijaab dhagax xirati xijaab kale xirati xijaab adigoo is xijaab weysa waxa samaysanaysa suuma dhar waaweyn isku xirayso yaani sample lagu soo lagu iimaaninba hada waa taqaan meelaha muhiimka ah fiiri meeqa security lagu sameeyo dhagax iyo xagga la soo dhigay checkpoint kadib ciidama meeshan joogo kadib meeshan la joogo kadib qofku u tageysa idan shaytaanka saas isaga xir أذكرتي سوء أقرسو تي كلا سوء أقرسو تي سدحات سوء أقرسو هذا فيه هذا سد لا إله إلا الله سوء تراهد أو سدح خلاص يقول هو معاوتين كأسوء أقرستين وبسم الله الذي لا يضر أسوء ترافير سدح حصنا سميس تقول هذي سميس قولي مركا كبحي سيت هداني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سيوف ضدها فيري وحول بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم يحرق فين تسيره نادى مناد وحاليه كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه شيطان والوالو كافي وحول بالغا كافي وحول بوالغا الى لي والو هنوني وتنحى عنه شيطان شيطانك ما انت سوا كتا شيطان كلو تغا و خوكله ما حكو دم حال ولول سنت ما حكو هاي شيطانك يا ول وليا اكاب اكاب قفك اسكتي مركاس و خوله كيف لي ما حاس مين كرا قفك ما انت ربي ان ان قات ان راعو او تلا غير او ما انت اساينمنت تيغا اها كفيه ولا كافي او وحول بالغا الى لي وانا لهنوني انت ما هذا ميل كلام ما هيستي محو سوغا مركا الباب كو تاغين غوريغا مركا غاليس ودان راو انو كو سو غلو غوريغا مركا غاليس دان بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا دي خلاص بنانكو استاغينكي وان انت غوريغا وانا بتكليس سو سيدي كو سو نوقتي مركا غوريغا تيمد مغرب كدا مركا وحان لك اكسباير اكسبريشن الين مغرب مركي لا غار هذا حلو باهينا عصبوني سيستي دالو باهيا وارين ايفرو تايب رينوي وحسمي سايسا تنيو اسمينا سو عصبوني سنيسا صبحيتي وا الى مغرب قالو هاينا مغرب كما لا غار هذا هكا كيعد ماشي بالله سدح دي هذا نحرق مركز أساسا ميسيت هبينكي مصيبة دردن بولاليا لهبينكي يسود دكتا جرشة دحون هبينكي يسود دكتا دكا وحق قنينة مصاصك دكا قنينة هبينكي إما عظان مصيبة دردن بهبين يسود دكتا وحقوهو الرئيو سميني سمركا وحا ويقبدها دومركي آدو وصعتاي
gurigaaga maqri markii la gaaro dariishadaha xirxir. Nabiga sallallahu calayhi wasallam noo sheegay masaa'ibtii soo dagoysa socoto dariishadaha dhan xirxir, awal xaaja aad samaynaysid. Tan labaad, cunto haddii fiidan tahay dabool, waxaan uma jeedno waa cadow aan u jeedin waay, oo biibaa horteena marmar way uma jeedno. Laakiin nebigeena noo sheegay waxyaalo aan ku racdayn karna anaga ka xoog badan, anaga ka xoog badan. Koob biyo haddaa maanta meel soo qaad aad saartay, shaytaan inuu yimaado koobkaas ma qaadi kara, awooddaas ma laha. Laakiin si kaluu naaga awood badan yahay, dacfigeenu naaga awood badan yahay. Guriga markaa soo gashid, adkaartii aqrisatid, kii waa kaa soo hiray, laakiin kuu kalaa soo galaa. Maxaa sameyne dariishadaha dhan wada xira, marka suuba kusoo gelinbo. Dariishadan soo furo ma soo gali karo, hada awal xaaja. Cuntooyinkaaga daboolo, waxaa laga qaar inay guryaha dhex fadhiyaan, cuntooyinkaaga daboolo. Markaad dabooshid kadib, habeenkii markaa seexanaysid, weysa ku seexo. Weysada habeenkii lagu seexanayo fadaa'il badanay leedahay. Yaa huba inaad hurdada kasoo kacsid, meeqa qofooda ku dhimat, hurdadii ku dhimat, kasoo kicin, way tiro badan yihiin. Idan habeenkii markaa seexanaysid, daaweysiisid, adkaarta aqrisid, laba faa'iida haysataa. Faa'iidada koobaad haysatid waxaa waa in habeenka security a madaxaaga taagan, malagaa lagu soo diraa, ma rumaysanay, malagaa lagu soo diraa ku ilaalinayo, taagan ku ilaalinayo, wax walba kaa ilaalinaa. Xataa iska daadaba qaroof iyo masdi meesha mana xataa kuma dhawaa karo, waa laga ilaalin. Shaytaani wax kale la arkayna shiisi, xayawaanaadkii xataa ku qaniini kara ku ilaalinaa. Rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofku markuu seexanayo ha weysiisto, dhinaciis meegta u seexdo, kadibna ha aqristo allahumma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waljatu dhahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt wa nabiyika aladii arsalt ama binabiyika aladii arsalt. Markaa intaas tiraa dhinacaaga meegtan u seexo. Rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofkii intaas yiraaho hadduu dhinto ahlu janna waa. Intuu waaga barin qofka hadduu tii ilaahay u timid jannaa gashay, fiiri yaa allah dhibaad wixin ay ahlu jannaa tahay, waa meelaa dhigatay. Tayib, taas waa tii aakharadaad, adduunyadaada haddaa soo kacdidna. Rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofka habeenkii markuu seexanaay aayatul kursi aqristo, hadduu aqristo shaytaanka waa laga ilaalina. Okay, aayatul kursi yaan haystaa, waa aqristay. Fiiri habeenkii markaa seexanaay aayatul kursi waa aqristay. Tayib, waxay isu yirtay laba aayad ugu dambeyso oo suurat albaqara, aamana rasuul bima unzila ilayh. Rasuulku wuxuu qofkii labadaas aaya aqris, wax walba waa laga kaafina habeenkaas, wax walba waa laga kaafina. Jiishka adduunka ugu weyn, jinniga adduunka ugu weyn, shaytaanka adduunka ugu weyn, isha adduunka ugu xoog badan, hadday kuu timaado waxba kaama talayso. Allah ayaa kuu soo diray xaaris, kuu soo diray ilaalin, kuu soo diray aa ku ilaalino. Idan waa loo baahanyay marka labadaas aaya ku ilaalinayso. Mid saddexaadaa jirta, rasuul sallallahu calayhi wasallam intuusan seexan wuxuu sameyn jiray inuu fariisto oo gacmankiisa sida qof ducaysanaya camal inuu saa u furo, ayuu waxaa aqri jiray qul huwa allahu axad, qul acuudu birabbi alfalaq, qul acuudu birabbi nas, gacmanku ku tufi jiray. Markuu ku tufo madaxiisa inuu ka bilaabo intuu korkiisa gaarsiin karo gaarsiin jiray, uu ku tiri jiray, wuu masixi jiray khayrka qur-aanku ku masaxa uu ku seexana sida laaga ilaaliyo. Idan habeenkii markaa seexanaysidna intaas inaad samaysid, taas adiga ku anficaysa, adiga waa shaksiyadaada waa. So maalintaada dhan saasi u wareegaysa, saasi ku anficaysa. Insha allah saa idiin sheegay, hadda kor last weekna idin tii koris idin sheegnay, insha allah waa soo wada kitaab oo qof walba u fududeynaysa waxaasa insha allah soo wada aan keeni doona duwilaar, soo qofka easy ugu noqotoba gurigiisa ugu dhigto. Tan saddexaad, taas mata adiga kugu saabsanta, caruurtaada kuusuudata, caruurtaada waa adaa mas-uulka ah. Rasuul sallallahu alayhi wasallam xasan iyo xuseen wuxuu dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taammaati min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama, min kulli shaytaanin wahaama, ilaahay magacyadiisa waaweyn bikalimaati illaahi taammaati waxaan idinku magangelinlaa, idinka magangelinlaa, min kulli shaytaanin wahaama, shaytaan kasta iyo wax kastoo biibo oo socdo oon arkiinin, iyo wa min kulli caynin laama, iyo il kastoo xun. Xasan xuseen ku magangelin jiray. Kadib qul huwa allah, qul acuudu birabbi nas, markii ilaahay soo dejiyeyna, markii siixana ilmahaaga u tag, hooyaa tahay saa cuntadooda u ilaalinaysid, ruuxoodana ilaali. Markaa soo bixaysid, markii siixana siixi, qul huwa allah, qul acuudu birabbi falaq, qul acuudu birabbi nas, ana ku aqri korkooda ku masax, ayagana bar inay aqristaan, ayagana bar inay aqristaan. Taas markii siixanayiin waaye. Markaa banaanka usoo bixinaysid, soo usoo tacawud, usoo xir sixir ama ay su'a xadiidka ugu soo xiray uciidukum bikalimaati illahi taammaati, ugu soo xir sixir, ama dii kale waxaa ugu soo xirtay ugu soo xir maxaa la dhahaaya suuradii aan sheegay ugu soo xir sixir. Intaas waa inta camalka ilmaha loo sameeyo. Guriga kuusoo hiray, guriga kuusoo hiray waxaa guriga ha laga ilaaliyo waxyaalaha shaytaan ka soo gelinayo, malaa'igtana ka bixinayo ha laga ilaaliyo. Maxaa ugu horeeyo? Sawirada.
وتربيه الولد رجينا يس المها سكولي آذن واقص صباح وفرحسينه وحنا سوورك وتربيه الولد رجيه فهم سوى حتى لا ما شاء الله مسوها بيعونو قرحانات سوورك في يعني لكن ميلك وقلنا سوك عجها لا من ميل وقلي تربيه الولد رجين هذا أول حاجة طلبات تي في كوسوير وحيالها فسهاتك أو تي في المها حنحن كحلقة إلى عليه أديك وين إسكي إلى علي أديك وين أهداف يسدي المها ما يمديه كرتين أبا سيجار عبا الميس سيجار عبا ما ديه كرو أبا أن تكني الميس تكذا ما ديه كرو هاي أن حجابني المادي حجابه ما ديه كرتو هاي تي في جا فير سنة يسو المها ما ديه كرت تي في جا فير سنة أدي بوا فير سنة سواي نا واي أنا جا محا أي ماني سؤال الويدينا إذا مكوف يعني كم وحلو بين مرك أنا أسكي لأنه وحيا لا سنة قولي أنك إلى لنا أي لو بين هاي أنت صدق سمين إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى وحوي دي سنين إنه إله نحفظه أرين كلا جفتو وقفك قف قولي سنو قرآنك أقرأ سورة البقرة رسول بحر سورة البقرة فضائل بطنية اللي هذا وحاكمة يقولون الشيطان كنت نقولين سورة البقرة دك حوكم فوزي وكيين سورة البقرة قصب ما إنا هالما على دم يسد حد كور واك هذا صوما لنا سورة البقرة إنا قولوا يكو أغرسي الويدي أسبوع كده ما يسمى ما ليه البحوق ومركا أغرسيت سورة البقرة كده أدي قولوا أنا كده ما يسمى بالو بهاية هذا أغرسين كرتيت أغرسو ما أغرسي كرتيت صوما هم متى قانت سورة البقرة ما يشي كبر لاوته إسي أوب لاوته متى قانت برو ما ليه والبحال آية برو مالين والبحث هل آية برات سورة البقرة ولا بقول إيوه يدور آية واه هل سنة واقف حفظك مالين كست هل سورة محفظك سنة كده ما يق سنة دقي سنة سورة البقرة وهذا حفظني سنة كده وسدح بقول يحوجوا مع الموضوع مالين والبحث آية بسبره الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسبره ذلك الكتاب لا ريب فيه بره هدى للمتقين إسكحر لمالين والبو هل سنة جديدة وحارتة سورة برات أركيسة أنت سورة كبرني اسمها سمين إسح قرآن كقول يا كدارو ولما دوال ويدي قرآن كل قدارنا قلوا فإذا موليه وحور دامعي قرآن كقف كأقرسنين ودامع قرآن كحور دامعي وحب وحي كلا فيه عن درجة أقوس رأس قف كنو أسيق أقرس توال درجة أقول لوات كحك تحاو إن لقو أقريوا درجة السدحات أتليست نو قلوا يكشيدين أقوه وصيس وذلك أضعف الإيمان تن أقوه وصيس سوا قف قلوا قرآن كل أقرنا تن كلو كسيد دانو حاو قف كقرآن كمركلو أقرنا قرآن كحاو احترام وليه هي احترامه لي قرآنك وحالا يقفتني قرآن حق جي كذا كو صاشدتي إذا التلفون يكون جرت تتحمني سو بالله عليكم هذا works قرآنك إلهي نقول يكو شيء شيطان يرتاين وإلهيك إلالي إذا التلفون يدكت قشته هبلاي ساني تري هبلاي ساني تري هبلاي قفي حمنو سا هاو دا gonna work أوكي تنلبات ولوبا هي قرآنك شدتي حق ميشن تي في الوشيتو أو فيلن على فيرسن ويا سوى حاسو شقينا تاس حتى وحاو احترام در قرآنك إلهي الاحترام ويا واحترامك لا يقعد إذن القرآن كدو كوشي ديني هاي الشيدو قابسو هادي ربتت ومحالة دهاي أو وباهنتي إنا أرمي باهن تلفون أو كوية من القرآن كجوجي دمي جوجي وحشي كذا لما يسو هدا هذا الهدلا هدلي سدواي لكن هدا هول هيس أدو هوش هذا هيس القرآن كله جيسو كور كاها هقالو لكن هدا مسكح ذا عرب كادو وحكا لكوشي قينا القرآن كسك جوجي قرآن تدن اسك دميني أذي أنا بين هيسو شيئين تاسمه إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير إلى سبحانه وتعالى هيدين وضح في ميل والبأجوك تندم بيجينا الله رافع شيطان كي ليب كان الله نجا إلى عليه إن شاء الله أنت سنكون جوجينا الدولة هي رأوختي وعي قدر ما يبارك الله فيكم يلا هيدين حفظي آمين يا رب آمين يا رب بارك الله فيكم آمين آمين يا رب جزاكم الله خير أيه إن شاء الله أيه أيه سلام عليكم آمين يا رب الله حفظي أي الله يحفظكم